السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، الفيديو اليوم راح أشرح فيه عن طريقة حجز موعد لم شمل لأصحاب الحماية من السعودية من الرياض. بس في شغلة مشان يكون في مصداقية بالفيديو وما يكون في لعب بالموضوع. هلأ، المعروف الحجز لم الشمل للسوريين بصير يا من لبنان يا من الأردن يا من أربيل، بس أنا اليوم رح أشرح لكم الطريقة اللي بنحجز فيها من السعودية. شو اللي حيصير؟ رح تحجزوا الطريقة اللي حقلكم عليها اليوم، وبس تحجزوا بيبعتولكم تأكيد لحجز الموعد تبعكم. بس بعتولكم تأكيد لحجز الموعد تبعكم، بعد منا بيبعتولكم اللي هو تأكيد الحجز وبيبعتولكم موعد مشان تروحوا تسلموا الأوراق. طيب، شو اللي بقصده أنا بهذا الموضوع؟ إذا هني ما بيستقبلوا معاملات لم شمل للسوريين من السعودية من الرياض، بيبعتولكم إيميل بيقولولكم إن إحنا ما بنستقبل، أو بيبعتولكم إن إحنا إلغاء الموعد. بس أنا رح أقولكم طريقة بكل الأحوال هيك هيك هيك، يلي بيحب إنه يحجز ويشوف يضبط أموره ويحجز، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. حبايبي، هذا الفيديو لا تنسونا من الاشتراك وتعملونا لايك لحتى نكبر وجودكم أكثر وأكثر. يلا خلينا نبلش. تمام يا جماعة، هلأ أول شغلة لازم نساويها، بدنا نفوت على موقع الخارجية الألمانية لحتى أنك تحجز الموعد. هذا الموقع كيف بتلاقوه؟ بتفوتوا لعندي على الوصف اللي هي كلمة المزيد تحت، بتلاقوا هذا الرابط، تضغطوا عليه وبيطلع لكم هي الصفحة. رح نمشي هلأ خطوة بخطوة. هون عم يقول لك أنه أنت بدك تحجز موعد هلأ للناس اللي عندهم حماية. بنقول له هون فايتا، خطوة اللي بعدها. هون عم يقول لك اللي هو انه انت عم تحجز على هذا النظام مشان تاخذ الموعد للم الشمل، بنقول له هون فايتا، خطوة اللي بعدها. هون عم يقول لك، هلا طبعا هو عم يترجم عندي للغة العربية، رح اخليكم اياها للغة العربية مشان يكون الموضوع كمان اوضح والامور اوضح. هون عم يقول لك كمان انه هون بتقول له للخطوة اللي بعدها، بتقول له هون حجز موعد جديد. عنا هي الصفحة. هلا هون هي الصفحة لازم تعبي كل المعلومات المطلوبة منك. معلومات مين بتعبي هون؟ هون بتعبي المعلومات تبع الشخص اللي عم تعمل له انت لم شمل موجود بالرياض. اول شغلة بنحط هون اسم العائلة، شو اسم العائلة تبعه، بتحطوا الكنية هون. عنا هون تحت الاسم الاول، شو اسم الشخص، شو ما كان اسمه بتحطوا كمان هون اسمه الاول. عنا هون هي كتير كتير مهمة يا جماعة، لازم تحطوا عنوان البريد الالكتروني اللي هو الايميل. بتحطوا اول شيء هون الايميل، بعدين بتقولوا بيقولوا لكم هون انه كرروا الايميل هون تكرير مره ثانيه، بتكرروا الايميل هون. عندنا بعدين تحت بتحطوا رقم جواز السفر الشخص اللي عم تعملوا له لم شمل اللي هو بالرياض عايش. بعدين بتحطوا تاريخ ميلاده، شو تاريخ ميلاده بنحط هون. عندنا تحت عم يقول لك هون انه هل انت من اصل فلسطيني، اذا الشخص اللي عم تعمل له لم شمل هو من اصل فلسطيني بتحط اشاره صح هون. إذا هو مو فلسطيني من جنسية تاني غير الفلسطيني بتخليها بدون إشارة صح. هون عم يقول لك هلا حط جنسيتك، بنضغط عليها مشان نحط جنسيتك، شو جنسيته مثلا سوري، بندور على السوري. هاي عنا مثلا جنسية سوري. هلا الجنسيات التانية اللي هن ضايفينها هون هاي هي الجنسيات، ماشي. بس إذا كان الجنسية اللي أنت عم تحجز لها مو موجودة هون، بتنزل لتحت في عندك كلمة هون أخرى، شايفين أخرى. او اذا كان ما عنده جنسيه، ما جنسيته مو ما عنده جنسيه وما عنده شيء، بتحطه هون عديمي الجنسيه. فنحن رح نحط سوري. بعدين هون عم يقولوا لك بتحط رقم هاتف، بتحط رقم هاتف الموبايل تبع الشخص اللي موجود بالرياض بالسعوديه. عندنا هي النقطه كثير مهمه يا جماعه، كاتب لكم هون رقم هاتف اضافي في المانيا اذا امكن. هذا كتير مهم كمان. هون بتحطوا رقم الشخص اللي موجود بألمانيا مشان إذا صار تغيرات وتغير رقم الشخص اللي بالرياض يحسنوا يتواصلوا مع الشخص اللي موجود بألمانيا. وعنا هاي كمان كتير كتير مهمة هون. هون بتحدد إنه أنت وين بدك تحجز الموعد، اللي هي البعثة الخارجية للتقديم، إنه أنت وين بدك تقدم. إحنا بنقدم بالرياض، بنضغط عليها هاي هون، قوم يطلع لنا كل البلاد اللي موجودة هون. رح ندور على الرياض ونرجع لكم. هاي دورنا لقينا الرياض، شايفين؟ هاي مهمة كتير انكم تحطوها مشان تعرفوا انه انتو عم تحجزوا من الرياض. نضغط عليها هون الرياض. عنا هون اسم فرد العائلة في ألمانيا. هلا المعلومات هاي الشخص اللي موجود بألمانيا اللي هو عم يعمل لم شمل
بتحطوا اسمه هون كامل، الثلاثي الرباعي اللي هو، بتحطوا اسمه هون مثل مكتوب على إقامته. طيب عنا هون تاريخ ميلاد فرد الأسرة في ألمانيا، شو تاريخ ميلاده؟ بتحطوا كمان تاريخ ميلاده هون. وعنا هون اللي هو تاريخ قرار الاعتراف باللجوء، اللي هو تاريخ الاعتراف اللي بيجي من المحكمة، مو تاريخ منحك الأوزفايز. في ناس عم تحجز على الأوزفايز، هذا مو للناس اللي معها أوزفايز، اللي معه أوزفايز ما بيحسن يحجز. المهم بتحطوا رقم، بتحطوا تاريخ إصدار الإقامة. وين بتلاقوا هذا؟ بتلاقوه بقرار المحكمة اللي بيبعتوا لكم إياه، وبيقولوا لكم إنه تم الاعتراف بكم كلاجئين أو كحماية ثانوية بهذا التاريخ. ماشي، بتحطوا التاريخ هون. عنا هون اللي هو رقم الملف تبعك بالبامف، في رقم ملف كمان بيكون موجود عندك بالقرار اللي بيعطوا لك اياه المحكمة، بيجي اخره 475، بتحطوا الرقم هون كمان. اخر شيء بتحطوا هون هذا الرقم اللي موجود بالصورة، شايفينه؟ هذا الرقم اللي موجود بالصورة هون لازم تحطوه بهذا المربع هون. بتحطوا مثلا هذا الرقم اللي موجود هون 34WXD6، بتحطوهم بعدين بتقولوا له هون حفظ. بعد ما تقولوا له حفظ بينقلكم على صفحة تانية وبيقول لكم انه تم تأكيد الطلب تبعك، وبعتنا لك رسالة على ايميلك، تأكد انه اجتك الرسالة على ايميلك. هون بقى انتم بتنتظروا لحتى يبعثوا لكم الموعد الاول مشان تروحوا وتسلموا الاوراق بالرياض، بيبعثوا لكم هن المعلومات والتعليمات. ومثل ما قلت لكم اذا ما عندهم امكانية لانه الناس تقدم طلب من السعودية من الرياض، بيبعثوا لكم رد، بيبعثوا لكم ايميل انه نحن ما في عنا، او بيبعثوا لكم انه تم الغاء طلبك لاسباب اللي هي كذا وكذا وكذا. تمام يا جماعه حبايبي، هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله اكون فدتكم بالمعلومات. لا تنسونا من الاشتراك بالقناه وتعملونا لايك لحتى نكبر بوجودكم اكثر واكثر، ونستمر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.